ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تدعوكم لحضور سلسلة محاضرات تعظيم المسجد الحرام. You